صباحكم الله بخير جميعا، جمعة مباركة علينا وعليكم. صارنا فترة ما عرضنا عليكم شيء بحكم انشغالنا، لكن اليوم في مشروع منزلي جديد بعرض عليكم. مشروع اليوم اللي هو قصة أصحاب الفيل. طبعا بدأت الفكرة أنه أوكي، إحنا كنا نشغل صورة أصحاب الفيل بالسيارة وكنا نسمعها، مع الاستماع التلقائي حق الصورة أساسا كانت في أسئلة قامت تطلع. إذن إيش يعني طير أبوابيل؟ إيش اللي صار بالضبط؟ وشنو الفيل؟ ليش كذي؟ فهذه الأسئلة خلت لمبة تشب لنا فوق راسنا أنه أوكي، كيف ممكن إحنا نصور الأحداث هاي بشكل تفاعلي الأطفال يشوفونه، في نفس الوقت كيف أن إحنا ممكن نستخدم القصة هذه كقناة تشعب فيها حق أمور ثانية، بحيث أن إحنا نعزز من القيمة المستفادة من التجربة هذه. فكالعادة حطينا شوية أهداف أساسية من صورة أصحاب الفيل وكيف ممكن نشعب منها أمور ثانية، وفي نفس الوقت إيش الموارد اللي عندنا اليوم تساعدنا نحقق الأهداف هذه. في البداية كانت إنه أوكي، طلعنا محتوى معين عن صورة أصحاب الفيل، القصة نفسها، إيش الأحداث اللي صارت في القصة، الأماكن، الناس، وإيش الأنشطة اللي إحنا ممكن بعد نسويها عساس إن نكون القصة. يعني مو بس إن إحنا نجي نقول لهم القصة، لا، إحنا نبني القصة معاهم بعدين نقول لهم القصة. طبعًا تكمن أهمية إن إحنا أوكي ندور المحتوى ونشكل المحتوى ذي حتى لو كان بشكل بسيط، إن إحنا نتأكد من صحة ودقة المعلومات اللي إحنا وصلها للأطفال. فهني حطينا لسة الأشياء المهمة عن صورة الفيل: الخريطة، موقع الكعبة، بلاد الحبشة، اليمن، مجسم الكعبة، الشكل، اللون، لما نجي على الشكل، المكعب، المربع، الحيوانات، الحجر، سرد القصة. فمن الخريطة هني شفنا مثلاً أوكي وين بلد الحبشة، وين الحبشة، وين مكانها، اليمن وين مكانها، والكعبة، مكة وين مكانها. وعلى هذا الأساس شكلنا مشهد كامل كذي، زين، موقع الكعبة، موقع دخول أبرهة مع جندة، وهاي عبارة عن الجبال المحيطة بمكة اللي نخشوا فيها الناس يوم أبرهة هجم على الكعبة، وهاي بعض الحلال اللي تم سرقته. هذا مثل الحلال اللي تم سرقته عن طريق أبرهة قبل الله يهجم على الكعبة. فبشذي صورنا قصة تفاعلية كاملة حق، وهذا تمثيل للطيور اللي هجمت على جيش أبرهة يوم هجم على الكعبة. فإحنا من بداية القصة بدينا نوكي، خذنا نجي نركب الكعبة. الكعبة تتكون من شكل مكعب، المكعب عبارة عن مربعات ركبة كلها مع بعضها البعض. في أمر وايد مهم هني، ليش ركزنا على النقطة هذه؟ أن نبي نعزز فكرة المربع، أن هي عبارة عن شكل هندسي متساوي الأضلاع. وبعدين من المربع كم مربع بنحتاج عشان نكون المكعب، على أساسه صارت عندنا كعبة. فهاي تجربة فإذا سوينا مثل ما نقول زوم أوت كذي بنشوف أنه كيف عندنا شوية رياضيات هني، عندنا شوية جغرافيا هني، عندنا شوية تاريخ هني، عندنا مبدأ الخير والشر والإيمان. احد المشاريع اللي احنا شغالين عليها صار الحين تقريبا 3 ايام، صار في تطور سريع في قضيه كيف ناخذ المعلومات وكيف نعطيها للاطفال مقارنه. واذا حابين تشوفون المشاريع الثانيه اللي قد سويتها حق البيت بتحصلونها على حساب تويتر، هذا موجود هنا فوق عندكم، موجود على اليوتيوب، وان شاء الله تنال اعجابكم.